What's he done? Well, he pretended to take it and then didn't seem to take it. And the referee's given a free kick the other way. What an extraordinary incident. Tell us, what happened? What happened? I don't know. ثم الآن عنده فرصة ليسجل هدف رابع. ميسي يلعب كرة. إشهار برشلونة. شيء غير عادي يا بارسا. حتى في ركلة جزاء شيء مختلف. يا إلهي. كلام كبير يا برشلونة. شوف ركلة الجزاء ميسي يخدع الكل، يخدع العالم، يخدع العالم. لا يسدد ركلة الجزاء.